حياتك بتقول ان المعرض دائم. المعرض ده هل المنتجات اللي موجودة فيها اسعارها بالنسبة للاسعار اللي موجودة خارج المركز ايه؟ هو مفيش مقارنة، لأن هو أنا مش فرن مثلا أفرنجي بعمل شوية بسكوتات. امال البسكوت ده اكيد طبعا، بس يعني فيه قيمة مضافة. فلو هنيجي نقارن البسكوت بتاع الفرن الأفرنجي بره بالبسكوت اللي بيعمله المركز القومي للبحوث على قد السعر، مش هو ده المقارنة. المقارنة ده بيدي قيمة شكلها إيه وده بيدي قيمة شكلها إيه، وفرق السعر يستحق هذه القيمة ولا لأ، أيوة. إذا كان هناك فرق سعر أصلا. إذا كان هناك فرق سعر، طيب حضرتك منين يعرف المواطن ان لو اخد البسكوت ده هو اعلى قيمة من البسكوت الاخر، وحكم مش عاملين اي مجهودات تسويقية؟ لا عاملين مجهودات تسويقية بالشكل. المؤتمرات طبعا هي مجهود كبير قوي، بس المستهلك الاخير بيبقى عاوز يعرف اكتر. يعني انا سعيده جدا حضرتك وافقت انك تشرفنا، لان انا بعتبر ده لان يعني جزء من المساهمه في تسويق المنتجات، وجزء مهم وفعال لان جدا حضرتك ونرحب بيه. معظم الناس مش عارفه ان في معرض دائم جوه مركز القومي للبحوث. ناس كتير مش عارفه اهميه العمل اللي حضرتك بتقدموه. فهل الظهور للاعلام ده، عدم الظهور للاعلام في الفتره السابقه، كان له سبب؟ ما اقدرش اقول انه كان له سبب بلا شك، يعني لا ملوش سبب يعني، ولكن احنا بطبعنا ما احناش يعني بيسموها ميديا فو فوبيا، ميديا ميديا فيلك، يعني ميديا ميديا فيلك، فيلك يعني اللي تمام. هو بيحب الميديا قوي ومتوجه بكل حواسه ناحيه الميديا، مش طبيعي ومش طبع الناس اللي معايا. احنا ايوه بنشتغل وفي نفس الوقت احنا بنتوجه للشخص المستفيد مباشره، انما طبعا وجود الاعلام في النص ده حاجه كويسه جدا، لان مش كل حاجه. يعني لما اجي اتكلم على صناعه وقود طائرات، لا دي مش محتاجة انا مش إعلام محتاج فيه اعلام. طبعا طبعا، بتكلم على تحلية مياه، مش محتاج اعلام. لا بتكلم طبعا على طاقة جديدة ومتجددة، مش محتاج اعلام. طبعا بتكلم على علاج مرض زي السرطان او مرض السكر، ده مش محتاج اعلام. ولكن في حاجات بقى صغيرة على المستوى المتوسط يعني أنا والصغير شايفة في زي ده. معجون أسنان، شايفة إن في بسكوتات، شايفة إن في كيك. طب ما دي محتاجة مجهود تسويقي تمام، للمستهلك عشان كده الأخير. انا جبت معايا الحاجة اللي محتاجة الاعلام في النص أيوه يساعد فيها، انما في حاجات تانية موجودة في المعرض هي طبعا، دي دي اللي طبعا استراتيجية ومحتاجة أجهزة الدولة بس هي اللي تشتغل عليها، أو أجهزة التسويق الصناعي في المصانع الكبرى أو النشاطات الكبرى الصناعية. طيب خليني برضو أعرف من حضرتك. حضرتك وصلتم لفورملا معينة أو نوهاو أو أسلوب معين لإنتاج أي منتج من المنتجات، وتم التعاقد مع حد إن هو يقوم بإنتاجها ويبتدي هو يقوم بالدور التسويقي. هل هنا حضراتكم بتبيعوا النوهاو نفسه؟ حصلت مرة واحدة ومش هكررها إن شاء الله. ليه؟ ليه؟ لأن إحنا كنا ينقصنا قانون يسمح للمراكز البحثية والجامعات إنها تقوم بعمل شركات لتسويق منتجاتها. أيوه. إذا كانت تعملها لوحدها أو تعملها مع شريك صناعي آخر يكون متميز في هذا التخصص. وده هذا القانون بقاله سنوات في مراحل الإعداد، بس الحمد لله إنه أخيراً بمجهودات كبيرة جدا من كل القائمين على البحث العلمي في مصر ومن تم الموافقة عليه في مجلس الشعب، من رأس الدولة إلى كل القائمين على البحث العلمي، اتوافق عليه مبدئيا في مجلس الشعب، اتوافق نهائيا في لجنة التعليم والبحث العلمي، واتفق مبدئيا في اللجنة العامة، واعتقد ده كانت اخر لجنة قبل يعني وقف الانعقاد الجلسات الفترة الشهر اسبوعين ثلاثة اللي احنا فيهم دول. اول جلسة اعتقد انها هيعدي فيها، وخلال شهرين ثلاثة تكون اللائحة التنفيذية بتاعته طلعت. فبعد كده انا ما عنديش حجة ابيع براءة اختراع ليه، ما ننتجها او اخش شريك مع اللي هيشتريها. حلو قوي. يعني حضرتك دلوقتي بالقانون الجديد هيبقى من حق المركز مثلا انه يعمل مصنع؟ نعم، يعمل مصنع، يعمل شركة، يعمل شراكة مع حد عنده مصنع، يعمل شراكة مع حد يخش في شركة. يعني من الصعب على الناس في المركز القومي للبحوث مثلا ان هم يقوموا بتوزيع بسكوتات او بتوزيع طبعا اخشاب او بتوزيع منتجات طبية او منتجات زراعية على مزارع او على مستشفيات او بتاع، دي صعب. يعني حضرتك فلازم مثلا احط ماشي ايدي في ايد حد. يعني حضرتك ماشي مثلا نقول بنظام اللي هو البي او تي، او ان حضرتك بتديه لحد هو بيستغله، بس حضرتك محتفظ
حافظ بنسبتي بنسبتك وانا وبحق الاختراع نفسه حق الملكيه الفكريه والتطوير مستمر في المنتج. يعني اغلب المنتجات القائمه على بحث علمي ما بتقفش عند مرحله المنتج الاولي. انا وصلت المنتج الاولي ولكن بمزيد من البحث في نفس الموضوع بوصل لمنتج افضل وافضل وافضل وافضل, وأفضل وده العالم كله شغال كده. طيب. فالعمليه بنسميه الديفلوبمنت يعني التطويريه مستمره. فهو اللي بياخد المنتج محتاجني وانا محتاجه. فبناء على كده بتتم الشراكه. طيب حضرتك ليه ما فكرتوش انكم تستخدموا بعض منافذ التوزيع التابعه برضو للدوله في توزيع المنتجات دي؟ ما يبقاش المركز المكان الوحيد للترويج هو المعرض داخل المركز زي منافذ الجيش مثلا. محتاج حد ينتج, مصنع ينتج. هو المنتجات دي بتنتج فين؟ دي منتجات تجريبيه في وحدات تجريبيه عندنا. تجريبيه علشان كده البحث العلمي بيبقى الاول فكره تنتقل الى مشروع بحثي ينفذ, يطلع نتائج, النتائج بننشرها في نشر دولي متميز في مجلات محترمه, ثم يبقى في براءه اختراع عشان احمي براءه الاختراع قبل النشر, ثم النشر, ثم الحاجات اللي ليها نموذج تطبيق صناعي بندخلها في حاجه اسمها النصف الصناعي, وحدات التجارب النصف الصناعي. انا عندي 7 وحدات منها في المركز كل في تخصصات مختلفه. فلو جينا على وحده زي وحده الصناعات الغذائيه هنلاقي انها يقدر يطلع باتش صغير, انه ما يقدرش يطلع كميات تكفي اللي مصر. ممكن تكفيه طبعا. فلازم نخش هنا بقى مصنع يبتدي يصنع, وده اللي احنا بندور عليه دلوقتي. طيب خلينا حضرتك نفكر كده, لان طبعا احنا